أن Somaliland أن Somaliland أن Somaliland أن Somaliland iyadoo maanta ku beegnayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha isku soo baxyada doorashooyinka loogu diyaar garoobayo xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa fagaaraha khayriyada magaalada Buurama maanta isku yimiday boqolaal ka mid ah taageerayaasha kala duwan ee xisbiga mucaaradka wadani kuwaas oo iska kala yimiday xaafadaha kala duwan ee magaalada Buurama isla markaana ku labisna calanka astaanta waa xisbiga mucaaradka wadani مشرح مدعوين كحجين يوفتي بلارن أو هركا عيو أي شعب كمان تكلا قيب قلا يسكو صوب حمانتا وحنا هالكاسي هذا لك لدوان كسو تيدي مدحدي كلدوانه اي كسو قيب قلا مناسبة دا يسكو صوب حا يا عودلو سبدل كديار موتهين وحنو يا لينا دكدي سي لعبان بافينا ينا هالكا مرتي سوما سامي قبل كعودل وابية كما دعمان سوماها موسى وحن لنا بدلو موسى بدلو 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 قبل كعودل قبل كعودل وان كتر ترانا حسب يكل ميا إن شاء الله تعالى ولا لي الوحن ذي كما هذا علينا سيدا قروحنا بلالة يا عدو سوى موشسان تمير كينا نسوى سارة سوى معها تمير كينا موسى قريبنا سوى معها نكي بدأي بيواردنا سوى معها خضار تباكي لغا بيرو وحن لقيا يهر قيسان لقيا ولا لي وضحوما يبار موي موي ده وضحوما تضوا السنة أيو نكاس كرسي فردي وضد عير بار ما يبكي أيو لا قدوة إلى مغرب كواين لس دما شادو الله فرحو الله موتيو إن إنه وضد خلينا هاي نك أديلا هاي لا وفرينتي لبعض هذه الدين ترى يتو تضوا السنة دوت كذب فرينتي هروح يا هاي ما تو أكله لبكون يتو تضوي يتو منكي وأرموز الجبل كان يسوع مالي لامبا وحبه ومسوس إذا شب يهلاك موياني فرين تعلم ما هو غادا وأرمات ما عدا هاي إلا هو ذني ما لا يسمعها إلا هو رأولي يسمعها ورأولي يسمع على ما هو حلين أي كذي جاي إلا هو ذني هي إيش يقول بيجي كذي مركا وحلا ينقربا إن أي نموشينه oo aan codkeena ku bedelo inagu waxaynu nahay hooyadii cilmiga qorimo naqaano saajin waa inankeenii laakiin wata khaldan buu maray wata khaldan buu maray waa inankeenii wayna cadayn lahayn laakiin waxba ma ka bedeli karo hayna dhaafo reform hayna dhaafo hayna dhaafo isbedel baynu u baahanahay dalkeenu waxba buu baahan yahay reform farxad ku noolaada نبي محمد نقص عليه ما أنتوا أشبع إلى أن نقول إيسانا لكم بشارة إيستا بشارة دي سيدة ما أنت عود كينا دو حكو دعسانا إيسان ما أنت عود كينا فرتين إنو حكو دعسانا إنا شالي هدام فرتي موسى إدني ما أنت إيدي مينو ما أنت إيدي مينو ما أنت إيدي مينو واد لسا عطان قبل كأوضل ميسانية ديو كلها تيسانة كنالكو كسو قاري waayid 3 milyan buu ni qoodi waay wadadii uu karo hay yiri wax walba waa la naga xiray dekadii uu diiday shalay halkaas uu joogay hal kelmada oo gobolka awdal ku saabsan oo ka soo baxday ma aragteen miyaad aragteen hal su'aal aan ni weydiinaya ninka indhi iibiyay manna macada uba mise waa sadiiqiina نكاي نايبي مع ذوقينا مسوا صديقينا إن ذوقينا يا صديقينا كالغرتان دل كان دتك وصوكر يا لإذكويان إن جعنتينا كحريسان ما تلو بهي هي وحان إذن كوانين يا ما لنت الدور الشدا سيدا هدو سو بحدين إن عدك وقردان الموسى كوكو حينا سو ماها سوينا كوكو حينا ماها وارب war ballan baynu galayna maanta maalinta 13ka noofambar waxay noo ballana inaynu farteena ku ciil baxna sawmaha maalinta cod bixinta inaan dhammaantan ku yar iyo ku weyn aan aad u soo bannaan baxno oo aan iska ridno ninka nacaymka gobolka awdal buuxiyey halkaasaa markuu wadani guulaysto isagoo karoomaysan reer Buurama ma maqlaysaa ugaaskiina oo karaamaysan oo sharafan ayaanu soo gelbinaynaa magaaladiisaanu keenaynaa si sharaf leh oo xurmad lehna ugu noolaanaya talada dalkana qayb ku yeelanaya may maqlaysaan
وأنا أقول لك أن الإنفراستركتور هي التي تدخل في الأمر الذي يحصل في الأمر الذي يحصل في الأمر الذي يحصل في الأمر الذي يحصل في ما هاد كدورة نساء سومالان قروح بدن ولا ودلا يا حي هل كوجودا بيسا وان ما قشر ركوا ميوكوا العلينا يا عدو قالوا كبد بدن سومالان عدو قشر جان ميت غنان وارني كاني عدو ويا قانا يدي كلام حيدي قانا لا إله إلا الله وحن ذي الله يا حي ولا ريال ولا الله هانشو سومالان قروح بدن ولا ودلا يا هرو مرسن أي ندورنا تاسي وحي تالا ودني بتالا إن شاء الله ريال أودل أمانتا عليي أمانتا عليي أمانتا موتيي إن أي ديسريان حزبك وطني أو أي ديسريان مذا حويناها مستقبلك محمد عبد الله يا مذا حوينا كفكانك أمباستر محمد علاء وعبدين وحيابلي إن شعبك الله خيام أيوه oo cishaba magaalada la taga la isku eegaysiinayo markii la waayay wax kale la sheego oo halkan ilaah baa laga khudbadeeyay hargeysa horseed baa laga khudbadeeyay barina gobolka kale laga khudbadeeyay shaqadaasi shaqadii madaxweynaha u dirana miyay tahay Soomaaliya inuu raaxdo waxaan qabanaya soo lagama filayn miyad ka haysan miyad karaysan todoba sano tanbo oo kibriyay isla weynaya miyad karaysan todoba sano tanbo hal doorkiina la ixtiraam waayo miyad karaysan in todoba sano tanbo wadadii seel ciyaar geysi ay xidnaadaan miyad karaysan in maadaratay saddex wasiir oo weyda oo caagadaha lala dhaco inay hargeysa noo si fadhiyaan haddii aan intaas oo dhan inaan ka baxnaa doonaysaan maanta kulmiye waad ka codaynaysaan codka aad wadani siinaysaanna waa inuu boqol kuna cod noqdo isbedelkan wuxuu ka turjumayaa sida musharixiinteenu ay caddeeyeen in horumarka gobolka awdal ayaa ka macaashi doona maanta waxaad nagu doorateen oo aanu golaha idinku matalaynaa waa xaqiin iyo xuquuqdiinna soomaa codkiinna maanta ayaanu idinka rabnaa haddaad isbedel rabtaan dabca oo nolosha awdal saameeya madax muuse biixi wuu yimid halkan muxuu idin ballan qaaday musharax cabdiraxmaan ciro iyo maxamed soomay ballan qaadin wadooyinkii iyo jiradkii iyo dekadii soomaaha maalinta arbacada soo socota waa fartiinna weeyi bari uma baahnin ul uma baahnin wax kale uma baahnin waa farteenna war yaan la seexanin warkaarka alla ilaashado somalilan waxay heshay shaanis aad u fiican afar maalmood ka bacdi waxaa loo codaynayaa isbedel doonka iyo ragaadiyaha kulmiye ayaa loo kala codaynayaa ayaad u codaynaysaan kulmiyahayna dhaafo gobolka awdal wada la'aan noqon maayo oo deked la'aan noqon maayo oo ugaaskiisu dibad meer noqon maayo Soomaalilan guul awdal guul goorama guul jamaahiirta maanta halkaan joogtay ka wakiila gobolka awdalna guul baa leeyahay masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121